السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيدة بلقائكم من جديد أخواتي. مرحبا بكم في قناة زينب المغير. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا واحد الفطيرة، واحد الخبزة معمرة بدون فرك الجراء أو الجديدة. غادي نحتاجو ليها كمقادير: بالنسبة للعجين عندنا 400 غرام ديال الدقيق، أنا استعملت 200 غرام ديال الدقيق القمح الممتاز اللي هو الفينو، و 200 غرام ديال الدقيق الأبيض. عندي القليل من الخميرة الفورية، عندي معلقة متوسطة من الملح، معلقة متوسطة من السكر الخشن، الماء الدافي لجمع العجين. نحتاج كذلك معلقة كبيرة ديال الزبدة بحرارة الغرفة، و غادي نحتاجو 100 غرام ولا 110 غرام ديال ياغورت بدون سكر. هادو هما المكونات. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. هنا كنخلطو المكونات اللي كتكون جافة مع بعض. تنضيفو الياغورت أو الزبادي بدون سكر، تخلطو بشوية الماء الدافي، وتنجمع العجين ديالي. من بعد ما جمعنا العجين تنضيفو معلقة كبيرة ديال الزبدة تكون بحرارة الغرفة، وغادي نحاول على بركة الله أنني ندخلها في العجين مع الدلك بطبيعة الحال. هنا من بعد ما كنعجنو العجينة ديالنا كنخليوها ترتاح، وغادي ندوزو على بركة الله نوجدو الحشوة. بالنسبة للحشوة غنقترح عليكم واحد الحشوة فيها الخضر، كتجي جديدة بزاف. غادي نحتاجو ليها واحد البصلة مشلضة رقيق، عندنا حبة ديال الجزر محكوكة، عندنا فلافل ملونة مقطعة رقيقة، عندي 300 غرام ديال الكفتة. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو 4 معلقة صغيرة ديال القزبر يابس مطحون، 4 معلقة ديال خرقوم بلدي أو الكركم، عندي نص معلقة صغيرة ديال القرفة، القليل من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من معجون الطماطم، وهنايا عندنا مزيج ما بين الكمون وشوية ديال السكينجبير. غادي نحتاجو كذلك الزيت النباتية، معلقة من الهريسة، وفرماج اللي إلا متوفر مزيان، ما متوفرش ماشي ضروري. هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركة الله طريقة التحضير. هنا كيما كتلاحظو كنشحرو البصلة مزيان شوية ديال الزيت النباتية، غادي نضيفو الفلافل، نضيفو كذلك الجزر، هنا كنضيفو الكبسة، وغادي نقسموها في التوابل اللي ذكرنا، ديك التوابل اللي ذكرنا في الأول. هنا كناخدو ديك المعلقة ديال الطماطم ولا معجون الطماطم، كنخلطوها بشوية ديال الماء وكنفرغها، وغادي نضيف التوابل. هنا كنضيفو شوية ديال الهريسة، وغادي نضيفو على بركة الله التوابل اللي عندنا. يمكنكم دوما ديروا التوابل اللي كترتاحوا ليها واللي كتعجبكم ديروها، ماشي بالضروره تبعوا نفس التوابل. غادي ندير شويه الملح حيت ما ذكرتش المكونات. صافي غادي نتسنى على هاد الحشوه حتى تبقى كتشرب، يعني ما تبقاش فيها الماء نهائيا، وغادي نزولها. هنا كناخذوا العجين كنقسموها على جوج، كنطلقوها بشويه ديال الطحين. من بعد كما كتلاحظوا معايا اخواتي، ملي طلقنا الكره الاولى كناخذ واحد المقله، اما هكا تكون ديال تكون مقله غير لاصقه، ولا المقله ديال الوجده، يعني تيبقى لكم نتوما على حساب نتوما اللي بغيتوا فاش بغيتوا طيبوها. تنزل فيها العجينه ديالي بهذه الطريقه، انا دهنتها شويه بالزيت باش ما تلصقش لي. حتى الا كانت المقله ديال الوجده دهنوها بالزيت. كنطلقو الكرة الثانية، كنزلو الحشوة ديالنا كيفما كتلاحظو، نزلوها بهاد الطريقة. هنا كنوضعو الجبن، ممكنكم ديرو أي جبن عندكم. من بعد ما وضعنا الجبن كنوضعو يعني الكرة الثانية اللي سرحنا، العجين الثاني اللي سرحنا، إذا كان شوية زايد نقصو من الأطراف، يعني ما تخليوش باش ما تجيناش. ديما كنقول أنا في الفطائر ولا في المعجنات عموما اللي كتكون هكا محشوة، ديما كتكون حشوة أكثر من العجين. صافي غادي نحاول دابا، غادي نقص أنا شوية من هادو لأنهم شوية كتار. هنا تنحاولو نغلقو مزيان باش ما تفتحش لينا، نقرص عن قادها هكا. غادي نوضع فيها ثقوب باش تنفس الحشوة، وغادي نوضعها طيب فوق المقلة فوق النار زعما. هنا كنوضعو الثقوب بهاد الطريقة،
صافي غادي نضبطوها على نار مهيله، النار تكون مهيله كطيب، وغادي نقلبها باش تطيب من جهه ثانيه. هنا غادي نرشها بشويه ديال الطحين وغادي نقلبها. بسم الله. صافي غادي نردها كيف ما كتلاحظوا، نردها طيب من جهه ثانيه، حاولوا نقادوها. صافي غادي نردها طيب من جهه ثانيه ونزولوها. دابا غادي نقترح عليكم واحد العصير اللي كيجي رائع ومنعش، وهذا يعني بالفواكه اللي هي موسميه. عندنا 6 الحبات ديال المندارين، غادي ناخذ العصير ديالهم فقط، يعني غادي نعصرهم وناخذ غير العصير ديالهم. عندي سكر حسب الذوق، عندي نصف لتر من الماء. وبالنسبه للحامضه غادي ناخذ هذا القشر الاصفر ديالها، القشره الصفراء ديالها، نحكوها وغادي ناخذ العصير ديالها. هذا هما المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. كما كيف قلنا تناخذوا ليمون تنعصرو، هاد المندرين عفوا تنعصرو، غادي نعصرو، غادي نعصر هاد المندرين اللي عندي. غادي نوضع الماء في الخلاط الكهربائي، نضيف ليه العصير ديال المندرين، نعصر حامضة حتى هي. وغادي قبل ما غادي نعصرها غادي نحك هاديك القشرة الصفراء ديالها، نضيفها للعصير، لأن كتعرفو القشر ديال الحامض فيه فوائد اللي هي كتيرة بزاف، و كتجي يعني فيه كتعطي واحد المذاق لذيذ للعصير. حنا غادي نحك ما توصلوش لهذا البيض، حاولوا تحكوا غير هذا الصفر. نوضع القشره ديال داك الحامضه، شويه ديال السكر، وغادي نعصر الحامضه حتى هي نظيفه. انا ما كنصفيش، اللي بغى يصفي يصفي. هنا كما كتلاحظوا معي اخواتي، هذا هو الطبق اللي اقترحت عليكم اليوم. يمكن يعني يمكن السيده ديرها كوجبه للغدا ولا العشاء، يعني كتبقى فقط للتغيير. هذه الفطيره ديالنا اللي طيبنا في المقله كتجي يعني سهله وسريعه تغيير كتوجد. انا عمرت على الكفته والخضر، يمكن لكم ديروا اي حشوه بغيتوا، غير هذيك الحشوه كتجي لذيذه ولذيذه بزاف. قدمناها مع العصير اللي اقترحت عليكم. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الاقتراح ديال اليوم من اعجابكم. الى عجبكم الحديث ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اذا كنتم باقين جداد. الى حلقه قبل بحول الله، دمتم في رعايه الله وحفظه.